فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب الغبار وبسبب الريح؟ لا يجوز الجمع من أجل الغبار ولا الريح. الريح دائم كثير، هبوب الريح كثير، والغبار أيضا كثير، ولا ورد عن السلف أنهم يجمعون لأجل الريح والغبار، إنما يجمعون لأجل المطر، لأجل المطر الذي يبل الثياب، أو الدحض والطين الذي في طريق المسجد، هذا الذي ورد. والأصل إن كل صلاة في وقتها، لا يجوز الجمع إلا لعذر، ولا يصح بدون عذر، ولا تصح الصلاة بدون عذر شرعي للجمع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.